بنجيب المخيط من على الشجرة، بعدين نقمعه نقطعه كده ونحطه في قلب ميه ونغسله جامد عشان الحاجات اللي عليه ده تروح. وبعد كده نمسكه نغسله قوي، وبعدين نحطه فين في جرد ونقعد نضعضع نحطه في بقه ونضعضع. وبعدين نجيب شوية ميه بعد ما نضعضع ونخلص، نجيب شوية ميه في كوز نكبه ونقل نضرب المال. وبعدين ساعة لما نضرب في المال تتقل في ايدك، تحط شوية ميه تتقل في ايدك، لما تتقل قوي كده تحط تفش، حط شوية ميه كده تقطع، وبعدين تضرب لما المدى تطلع كده مخط كده، والمخط يخلص اللي في قلبه مال. وبعدين يوم جايبين العسل نقوم حاطينه ونقعد نقلب كويس نقول كويس عشان مينفعش تقف، لأن اللي بتاع تسخن لازم بتاع تسخن المادي. وبعدين بقى نقوم واخدينه ونمشي على الحبال نعكي عمال. احنا لازم نضعضع كده تكون المادة طالعة كده من المخاطة، فنحطها في الجردة ونضرب، هي دي نضرب كويس في المدى بتاعتها تعمل في الجردل وتتكون المدى جامد. اول حاجه بتعملها اول حاجه من الاول خالص بتعمل ايه؟ بجيب مخاط واغسله، معنى ضعضع اغسله كويس وضعضعه واحطه في الجردل واكب ميه شويه ميه صغيره. هي سخنه ولا بارده؟ سخنه ولا بارده؟ سخنه يا اما بارده عادي. وبعد كده ونقلب كده اهم حاجه البقلين تطلع. لما تعمل المدى بقى تحط العسل اخر حاجه العسل. ايه حط دي كده ماشي شويه ميه عشان تخف المدى، انت شايف كده يعني وتطلع بقى بيه بقى عشان المرة تاني تكون بكف ايدك كده تمام فوق كده، والمخاط من تحت يترفع يتعك في الجردة فوق كده. تحط بقى العسل حسب ما المرة عايزة. تعالى اقف من هو عشان تجيب خرخوة مني. شوف المرة عايزة خرخوة على يدي. لازم تكون حلوة كده، متكونش خفيفة عشان ما تبص تطلع العصفورة تمسك. كل الملان عاد شايفها راضي طلع كوز التاني امسح وامسح حط صوتها على الكوز التاني. بس كده بقى احتلام من تتفتح. عايز اجيب لك شوية صابون كده المضى خلص. وفين معاك حسن ماهر؟ وخلته حسن ولو اول وش ولسه الحبل زراب تحاول انت تتقل يعني، انما يعني كده تقل
ميزة على المشي كده.